الله يا رب الله يا رب الله صاحبي حكينا بسيط نصريات نصريات جزار وكاين اللي فيه يعني دقيت بشويه على طايق زيد من شويه هذه بحال هكا فطبعا يعني بالنسبه لي التفاح اللي مزيان كي صان السوق 16 دراهم وطبعا يعني هذا التفاح هذا مسكين كيقرا عليه يعني مواطن بسيط فاين اللي قدين الدار كي نقيه ونديرو معاه شروطه ولا يقطعو ولا يقشرو ولا يكنو مع الحليب يعني كل واحد شنو كيدير طبعا يعني حتى صحاب المحلات اللي كيديروا العواصف وما يعني كيكون واحد يقبل كبير على التفاح هذا اللي تكون يعني بهذا الثمن هذا فيعني الصراحة يعني بالنسبة يعني الدراوشة هو يعني حتى اللي هو مناسب يدور فيها 5 دراهم وصلت 3 دراهم 6 دراهم 12 بالنسبة يعني كما كتشوفوا يعني الشكل ديالو يعني كنقرب لكم يعني فيه تو يعني فيه التفاح اللي مزيان وفيه اللي بعد منه يعني اللي كيطيب يعني كما كنعرفوا يعني كتجيك واحد التفاحة مضروبة طيبة يعني احنا معكم يعني هنا في اسواق يعني نستعمل دائما السوق اليومي ديال المنطقه الكرام اي جناكم يعني واحد نعم زي كما كنقول يعني بالنسبه للدرويش ف جيت يكون طايب شويه كيفاش كيكون ماشي ضربه بخير طيب الحمد لله دابا هاد المسكين كيداخل الدروش يعني كينقي لها غير هادي انت تاش كتفتح كتورا ماشي مضروبه فا كتبقى التفاح هذا يعني بحال هذا يعني وصل كتبرو 16 دراهم في الاسواق ديالنا هنا في تطوان وهنا في 6 دراهم جزر يعني كنوريكم كيفاش هاد الشكل هاد التفاح هذا يعني ماشي مضروب الصغير عاود هو ماشي مضروبه حسب يعني التفاح يعني يقدر عاد تجيب لك واحد يعني ماشي مضروبه هي غير طايبه ولا كتجي معطوطه يعني في الشجره هذيك العلطه ديال الطيور الضربه ديال الطرف هي كتبان لكم يعني بحال بحال هكذا هذه الضربه ديال الطيور هذه شي طويه ضربوا رغم ما كتبانش بانها معفونه من الداخل يعني ماشي طايبه طبعا يعني التفاح هذا متابعينا الكرام يعني كما قلت يعني الثمن ديالو يعني في السوق يعني 5 دراهم اليوم هنا بالاغلى على الدراويش هنا في اسواق ديال مدينه تطوان اذا يعني الثمن مناسب بالنسبه يعني للدرويش باش كاين ما عندهمش طبعا يعني قلت ماشي حتى الدرويش اللي كيدخل عليه فطبعا هذا التفاح هذا فعلي واحد الاقبال كبير يعني مع صحاب جاي العواصر هنا في مدينه تطوان فالاغلبيه يعني كيخدموا بهذا التفاح هذا يعني الثمن ديالو يعني مناسب وطبعا يعني ما فيش ضرر بزاف ملي كيقشروا اي يعني العصر فهو يعني كيخرج واحد الكميه اللي هي كبيره بزاف وطبعا يعني كيكون عندك واحد الاخوان يعني هنا في مدينه تطوان عندنا الجزار والنضال كما كتشوف معنا انت اذا هي يعني ديسر هنا في مدينه تطوان كما كتشوف عندنا الجزار ستر كاين الناس يعني كيكون عليه وانا نقصد يعني الناس عارفين شنو ديال هذا التفاح عارفين بان شحال وصل الثمن ديال التفاح هنا في مدينه تطوان يعني كما قلت التفاح مزيان موجود
المغرب فرنسا الثمن ديالو يعني 16 درهم ولا 14 درهم وهنا هذا التفاح اللي خاص بالدراويش يعني هذا تما ولا شي شي هذا التفاح هذا يعني كما قلت لكم السلام الكرام يعني الثمن ديالو يعني 5 درهم هو ارخص تفاح هنا كاين في السوق والتفاح اللي خاص بالدراويش شحال من دراويش مسكين كيجيو انهم يشريو حتى اخر من خلال يعني هاد اثبت ان عليكم بالجزاء عليكم بالجزاء درهم الفرنك يعني واش غادي عليكم بالجزاء يقوي النظر هنا في الاسواق ديال المدينه تقول التقية المباشرة تعال خذ الجزاء مدينة تقوم بحمل وطبعا يعني هذا ما قد عزلش يعني طبعا يعني التعمار اختار صباح لي مزيان ولي كيجي فيك طبعا يعني لازم تشوف هذا التفاح هنا في مدينة تقوم يعني 5 درهم هذا التفاح ديالو واش بغيتي تسميو ولا رخيص التفاح ديالو رخيص كيقول عليه لان صراحه كي ناقصين كياكلوا موقع على التفاح اللي كتبغيهم يعني في الحال هذا بحال هذا التفاح فيها هو كتجبر بعد التفاح اللي بعد التفاح اللي فيه ما الضرب هذوك الطيور كتجبر بعد التفاح اللي فيها عاوتا ضربة كبيرة بحال هكا هادي كتنقاو وكتجبر التفاحة من داخل كاملة مزيانة طبعا يعني هذا التفاح يعني مخلط يعني كاين هنا التفاح إذا متابعينا الكرام يعني نتوما خلال هذا ألف تأمل مباشر يعني كتابع معنا هذه الأجواء ديال الأسواق ديال مدينة تطوان يعني أرخص ديسير بوجد يعني في المدينة وصل الثمن ديالو 5 درهم اللي كنتحدثوا على التفاح التفاح مزيان يعني كيوصل 12 درهم هذا اللي رخيص مرة 12 درهم والغالي 14 ولا 16 اش كيقول هذا؟ يعني من خلال المتابعين الكرام يعني من خلال الأبات المباشرة تعصب هنا أسواق المدينة فأرخص ليسير يعني الثمن ديال ليسير الثمن ديال التفاح وصل هنا يعني ب 5 دراهم يا أصحابي جزر 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 6 دراهم 6 دراهم إذا متابعينا الكرام يعني حنا معكم في أسواق مباشرة هنا في أسواق مدينة تطوان فغادي نبغى التفاح يعني هنا دايما شغل المدر 5 درهم من التفاح ديال العصر من التفاح ديال الماكلة بالمقاوع يعني سيدنا قيح يعني كنقولوها الحق هذا التفاح يعني ديال الدراويش أنا بغيت التفاح مزيان خصك 16 درهم 14 درهم هذا التفاح هذا يعني ديالها 5 درهم وكما قلت يعني كيكون عليه حتى الطلب يعني الناس اللي عندهم المعامل ماشي المعامل عفوا اللي عندهم المحلات فهما بيدو كيديروا هذا التفاح هذا كيديروا العصير وشحال بزاف ساعه فبيدو يعني كل واحد ياخذ عليه اذا متابعينا كرام كنتو معنا من مدينه تطوان قال او سوق مدينه تطوان شكرا على المتابعه ودمتم بخير الى اللقاء في المشاهد